الصباح الباكر تنشط الحركة في رنغون تحت جسور الطرق السريعة قيد الإنشاء، وليس أمام موزعي الصحف سوى ساعات قليلة لتبويب النسخ الصباحية، وهم لجأوا إلى هنا بسبب الأمطار الموسمية على الرغم أن وجودهم مخالف للقانون. قبل تشييد هذا الجسر كنا نبوب الصحف على الرصيف، وكان من الصعب أن نعمل عندما تمطر وتتبلل الصحف. لا يحق لنا استخدام هذا المكان، ولكننا هنا بناء على اتفاق مع السلطات. وبعد عقود من الدكتاتورية تشهد بورما تحولا جذريا اليوم، وتجسد العاصمة رنغون مركز هذا التغيير من خلال فتح باب الاستثمارات والواردات، وبخاصة السيارات التي باتت تسبب زحمة مرورية. هذا ما دفع السلطات إلى العمل على بناء الجسور في مواقع باتت مصادرة من البورميين. في البداية كنا نلعب على الطرق وأمام الأديرة، أما اليوم فانتقلنا إلى هنا حيث الإنارة جيدة ونحن بمنأى عن المطر. ومع حلول الليل تنخفض درجات الحرارة لتعود الحياة إلى الشارع الذي يحتضن هواة رياضة الرولر سكيت كما المشاة. نلتزم بالقوانين خلال ممارسة رياضة التزحلق، فنحن لا ندخن ولا نحتسي الخمر أو نتعارك كي نترك انطباعا جيدا لدى الناس. وتشهد بورما تحولات سريعة ومرحلة ازدهار اقتصادي يستفيد منها السكان كل على طريقته.